الحمد لله، والله أكبر، الله 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 أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، ما هلل مهلل وكبر. الله أكبر، ما أذن إبراهيم الخليل في الناس بالحج فلبوا النداء وأتوه من كل فج عميق. الله أكبر، ما وقف حجاج بيت الله تعالى بالأمس بعرفات وألسنتهم تلهج بالحمد والثناء والتلبية والدعاء. الله أكبر، ما رجموا إبليس اللعين وحلقوا وطافوا وسعوا وتحللوا التحلل الأصغر والأكبر. الله أكبر، ما شربوا من زمزم المطهر. الله أكبر، زينة عيد المسلمين وأعياد المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أفضل من طاف بالبيت، أفضل من حج واعتمر، أفضل من ضحى وحلق وشرب من زمزم، أفضل من طاف ببيت الله العتيق من عشر ذي الحجة. وهذا هو اليوم العاشر الذي يختم بالعيد، بعدما تقرب المسلمون الطائعون العابدون، تقربوا إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، بالطاعات والعبادات، بالصيام والصلاة والله تعالى، وعبادة لله عز وجل. فحق لهم أن ينالوا الجائزة من الله عز وجل. فيوم العيد هو يوم الجائزة، الجائزة التي يمنحها الله تعالى لحجاج بيت الله، ولمن شارك حجاج بيت الله تعالى في تكبيرهم وتحميدهم في الله تعالى. فيه تؤدى معظم مناسك الحج، ما بين الرجم وما بين الحلق والتقصير والذبح والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة، كل هذه الشعائر وكل هذه المناسك يؤديها الحاج في هذا اليوم. فهو يدعو إلى الله أن يتقبل منه حجه وطاعته ونسكه وشعائره سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، اليوم يرجم حجاج بيت الله الحرام، يرجمون إبليس اللعين، يرجمون الشيطان رمز الشر ورمز الفساد. وهذا نسك، وهذه شعيرة من شعائر الحج، أن يرجم الحجاج إبليس الشيطان الرجيم، كما رجمه أبونا إبراهيم عليه السلام يوم تعرض له في ثلاثة مواطن، في ثلاثة مواقع، عندما أراد سيدنا إسماعيل فتعرض له الشيطان عند العقبة الأولى محاولا أن يثنيه وأن يمنعه من ذبح ولده
وفي كل مرة كان سيدنا إبراهيم دون تردد ولا تلعثم ولا تلبؤ ولا تلبؤ كاصة أن يفسد عليه طاعة الله عز وجل وأن يثنيه عن الاستجابة لأمر الله عز وجل. يا إبراهيم، أتذبح ولدك؟ أتذبح فلذة كبدك وثمرة فؤادك؟ أتذبح ولدك الوحيد؟ ومع هذا لاحظ الكلام الشديد على النفس حتى يثنيه، لكن إبراهيم يعلم ويؤمن ويوقن أن أمر الله تعالى أحب إليه من ولده الوحيد العزيز، من فلذة كبده وثمرة فؤاده، أحب إليه من الله عز وجل. الله تعالى أمره وطاعته أحب إليه من ولده ومن نفسه ومن ماله والناس أجمعين. هذا درس نتعلمه من سيدنا الله عز وجل والاستجابة لأمر الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولا يسمح لإبليس اللعين ولا للشيطان الرجيم أن يفسد عليك طاعة الله عز وجل، أن لا يمنعك من عمل الخير ومن بر ومن العمل الصالح والبار، أن لا تتردد ولا تفكر مليا. هذا أمر الله، سمعنا وأطعنا. هذا شعارك أيها المسلم، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فسيدنا إبراهيم كلما تعرض له إبليس كان يرجمه وكان يطرده ولا يلتفت إليه، في أعز ما يملك ولده وحيده. إذن أيها الإخوة، نحن نرجم إبليس، بسم الله الله أكبر، يرجمه الحجاج، وأنت ترجمه من قلبك ومن حياتك كلما حاول أن يوسوس لك، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، كلما وسوس وكلما حاول وكلما يريد أن يفسد عليك عبادتك وطاعتك لله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، وفي هذا اليوم أيضاً يحيي المسلمون سنة أبيهم إبراهيم. مناسك الحج لها ذكريات، لها ذكريات وتاريخ مع أبينا إبراهيم وابنه إسماعيل وأمنا هاجر التي سعت بين الصفا والمروة، فلها ذكريات عندنا نتعلم منهم ونقتدي بهم. فيحيي المسلمون اليوم سنة أبيهم إبراهيم، فهنيئاً لمن يحيي هذه السنة. سيدنا إبراهيم ضحى بولده دون أن يتردد، وابنه إسماعيل سلم، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فسلم الوالد وسلم الولد. فلما أسلما، يعني أسلما أمرهما لله، ألم يكونا مسلمين؟ بلى، لكنه الاستسلام الكامل الذي لا تردد فيه ولا تلعثم ولا قلق، إنما إسلام كامل وتام لله عز وجل. فلما أسلما، أسلما أمرهما لله، وتله للجبين، شده على وجهه على جبينه حتى لا يرى صورة ابنه، صورة ابنه وهو يذبحه، فيرق له قلبه. إنها ليست الشدة وليست القسوة، لكنه التسليم والإذعان لأمر الله عز وجل. فحاول إبراهيم أن يذبح، فلم تذبح السكين، تعطلت خاصية الذبح
كما تعطلت خاصية الحرق عندما قال الله عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. واليوم السكين لا تذبح، لأن الله عز وجل عطل وسلب وأخذ خاصية الذبح. الله تعالى هل يريد أن يذبح إبراهيم ولده إسماعيل؟ لكنه الامتحان، لكنه الاختبار، هل يسلم إبراهيم أم يقول: يا رب إنه ولدي قد رزقتني إياه على كبر، إنه ولدي الوحيد. ما قال هذا الكلام، وما قال ابنه إسماعيل: يا أبتي أنا ابنك، أنا كذا، أنا كذا. ما قال، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. الأمر من أين؟ من عند الله عز وجل. طالما الأمر من عند الله، شعارك أيها المسلم سمعنا وأطعنا، لا كما يفعل البعض ويقف البعض موقف تقول له هذا أمر الله، والصلح يريده الله، والصلح خير، والله تعالى أمرنا بالصلح والسلم. نتردد ونناقش ونجاكم ونعطل بدل أن نقول سمعنا وأطعنا. سيدنا عمر لما أراد أن يحدد المهور للنساء فقالت له امرأة: يا أمير المؤمنين، أتريد أن تحدد حقا منحه الله تعالى للمرأة؟ قال: كيف؟ قالت: الله تعالى يقول، اسمع، الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فما ناقش عمر وما جادل، إنما قال: أصابت المرأة وأخطأ عمر، أصابت المرأة وأخطأ عمر. لا يناقش في قول الله. المسلم يقول سمعنا وأطعنا، أمر الله على الرأس والعين، لا نجادل كما جادل إبليس عندما أمره الله تعالى أن يسجد لأبينا آدم فأبى. لم لم تسجد إذ أمرتك؟ أخذ يجادل: أنا خير منه، أنا خير منه، أنا كلمتي بتنزلش الأرض، أنا حلفت يمين ما أصالحش مع أخوي، أنا حلفت يمين وأقسمت يمين غليظ ألا أزور أختي. أي كلام، أي دين، أي شرع؟ لما لا أقول هذا أمر الله؟ نعم يا سيدي، سمعنا وأطعنا، وكلامي يروح في عرض الحائط. كلام الله الذي أثبته، كلام الله الذي أرفعه، لا كلامي ونفسي وشيطاني. إذن أين رجمك لإبليس الذي يريد أن يمنعك أن تزور أخاك، والذي يمنعك، والذي يحول دون أن تصلح مع جارك وأخيك ورحمك وأقاربك حتى في يوم العيد؟ قال: يا سيدي حالف يمين، حالف يمين على طاعة، حالف يمين على خير، حالف يمين على مصلحة، أم حلفت يمين وبتحلف يمين بالله على معصية ألا تصل رحمك؟ الرحم معلقة بعرش الرحمن، مش في الأرض ربنا علقها، لا، ما علقها في الأرض، علقها في العرش أعلى ما يكون. وقال لها: وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، أقسم الله تعالى بعزته وجلاله من أجل الرحم اللي بيجي الواحد بكل سهولة بيقطع رحمه في عيد، في عرس، في مأتم، في أي مناسبة. وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. ثم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم تقول مهم قاطعيني، تقول مهم حارميني. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. جاءه رجل قال: يا رسول الله، إن لي رحم أصلهم ويقطعونني، أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويحرمونني، أصفح عنهم ويجهلون عليه، يعني بالكلام السيء يطفقون عليه، هل أعاملهم كما يعاملونني يا رسول الله؟ قال: إن كنت كما تقول فإنما تسفهم المل
يعني تحمل شبشة رماد حار وتلقمه في أفواههم، وأنت تعمل ذلك، يعني وأنت تصلهم وهم يقطعوك، وأنت تعطيهم وهم يحرمونك، وأنت تصفح عنهم وتحلم عليهم وهم يجهلون عليك. وشبه له النبي صلى الله عليه وسلم هذه العملية وكأنك تحمل حفنة من الرماد الحار وتلقمه في أفواههم جزاء لما يفعلون. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت على ما أنت عليه فما زال من الله ظهير معك. ظهير يعني نصير، مؤيد، مساند لك، طالما أنت تصلهم ويقطعوك، طالما أنت تعطيهم ويحرموك. هذا هو أمر الله عز وجل، هذا هو الدين، هذا هو الشرع. أيها الإخوة الأعزاء، سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل أسلما أمرهما لله، لأن الله عز وجل أراد منهم أن يعرف موقفهم، ردهم. إن هذا لهو البلاء المبين. عند ذلك جاء الفرج، لما اجتاز إبراهيم وإسماعيل الامتحان جاء الفرج. وفديناه بذبح عظيم. لما أنت تصدق مع الله، لما تسلم أمرك لله وتتقبل وترضى بما أراده الله منك، الله تعالى يعطيك، الله تعالى يعوض عليك، الله تعالى يفتح عليك، الله تعالى يفديك، كما فدى سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل بذبح عظيم، مش من الأرض، من السماء. فيأتيك الفرج أيها المسلم، بس سلم أمرك لله وارض بأمر الله وتقبل طاعة الله، فالله تعالى يعطيك الفرج من السماء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، إن كان إبراهيم عليه السلام قد قرب ولده لله عز وجل طائعاً مسلماً راضياً، فلا ننكر أن شعباً وأن أهلاً وإخوة لنا ضحوا وقدموا أبناءهم أولادهم في سبيل الله ودفاعاً عن الأرض والعرض والوطن والكرامة والحرية والعزة. أهلنا في غزة ضحوا بأبنائهم، قدموا في الذات أكبادهم وثمرات أفئدتهم. الله تعالى أكرم هؤلاء، أكرم شهداءهم بأن جعلهم في عليين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيها الإخوة، إذا كان هؤلاء الإخوة قد قدموا أبناءهم وأغلى ما يملكون وكل شيء، أموالهم، أنفسهم، أولادهم، أبناءهم، قدموها رخيصة في سبيل أمر عظيم وفي سبيل قضية عظيمة عزيزة نفيسة، فما أجملنا اليوم ونحن نضحي بأنعامنا، ما أجملنا أن نضحي بشيء من الكبرياء، من الغرور، من الأنفة، من العزة بالإثم، ما أجدرنا أن نضحي بهذه الأمور من أجل أن نتراحم، من أجل أن نتعاطف، من أجل أن نتقارب، من أجل أن نكون كالجسد الواحد. لا يعقل أمة وشعب يعيش تحت احتلال والأخ ينهش أخاه والأخ يطعن في ظهر أخيه. ألا يكفي ما نحن فيه؟
من سياسات ظلم واستبداد وعنصرية وتمييز وسلب أراضي وحقوق واعتداء على مقدسات. ألا يكفي هذا؟ وفوق ذلك ينهش الأخ أخاه، ويطعن الأخ بأخيه، ويقص الجار على جاره، ويقطع الرحم ورحمه. الأصل ونحن نعيش في شدة ومعاناة، الأصل أن نحافظ على لحمتنا وعلى وحدتنا لنتصدى لكل السياسات المجرمة ولكل المحاولات الظالمة ضدنا. اليوم الأقصى قاعد يعتدى عليه جهارا نهارا، وإحنا نظل لسه ملتهين في بعض، كيف هذا بده يطعج ايد اخوه، وهذا بده يلوي رقبه اخوه، وهذا بده يحرج اخوه وجاره. هذا هو اللي ناقصنا اليوم، هذا هو اللي ضايل علينا. الاخ بيطخ اخوه في الظهر الحمراء، والجار والرحم وابن البلد مع ابن بلده، هذا اللي ضايل علينا يا اخوان. وناسيين انه هناك قضايا كبرى الأصل أن ننشغل فيها وأن نهتم فيها. إن الله يحب معالي الأمور. هناك مصير، قضايا، هناك أجيال، هناك أولاد، هناك أبناء بحاجة من يعمل على تربيتهم، على تنشئتهم. هناك قضايا حساسة، المقدسات، الأراضي، الحقوق. في هذا نتعاون، في هذا تتراص الصفوف، في هذا نفكر، في هذا يكون الأخ سنداً لأخيه، بدل أن ننشغل في توافه الأمور وفي سفاسف الأمور، قضايا ومحاكم وأموال تهدر. مشان قال يا سيدي يحرج أخوه ويخرب بيت أخوه، قال ولو بحط 100,000 دولار بس مشان أخرب بيت. أي عقول؟ أي عقول؟ أي فهم؟ أي دين؟ إلى متى نتعالى ونتسامى عن هذه الأفهام وعن هذه المستويات وعن هذه النظرات من أجل قضايانا الكبرى؟ حتى لا نبقى أضحوك يا ناس، حتى لا نبقى مسخرة في عيون غيرنا ينظرون إلينا ملتهين في بعض. نتسامى، نترفع، حتى نصل إلى أهدافنا السامية الراقية. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أيها المسلمون، هذا يوم العيد، هذا يوم أحب عمل يقوم فيه المسلم ويتقرب به المؤمن إلى الله عز وجل هو ذبح الأضحية. أنت تضحي هذه الأضحية لله، تتقرب بها إلى الله عز وجل. وإن الله سبحانه وتعالى عند أول قطرة من دم هذه الأضحية يغفر لك جميع ذنوبك. شوف، عمل بسيط لكنه عند الله عز وجل يتقبله بقبول حسن عظيم. وإنها تأتي، أي الأضحية، يوم القيامة بأشعارها وأظفارها وجلدها وقرونها، وتوضع في كفة حسنات المؤمن، والله يضاعفها. فطيب بها نفسه. من كان عنده ساعة من المال ومن الرزق فليبادر وليسارع في أن يذبح ويقرب لله عز وجل طيبة بها نفسه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ومن كانت عنده سعة فليذبح أكثر من أضحية، 2 و3 لله عز وجل، وتوسعة للفقراء والمساكين. وكما ذكرنا أن هناك إخوان ضحوا بأبنائهم وأولادهم في ذات أكبادهم، فعلى الأقل في هذا اليوم أقل ما يمكن أن نقدمه لهم أن نقدم من أضحياتنا من لحومها توسعة لهم، لنسد رمقهم من الجوع والحرمان.
وبهذه المناسبة أيها الإخوة ندعوكم أن تتصدقوا من أضحياتكم لإخواننا وأهلنا في قطاع غزة بالذات، ولأهلنا في الضفة المحتاجين، ولجنة الإغاثة اليوم إن شاء الله من بعد الصلاة ستستقبل أضحياتكم في دار القرآن الكريم حتى ساعات الظهر، تستقبل لحوم الأضاحي حتى تقوم إن شاء الله بشحنها عن طريق لجنة الإغاثة القطرية إلى غزة إلى الإخوة المحتاجين في الضفة والقطاع. هناك من الإخوة جزاهم الله خيرا لبوا الدعوة وقدموا ثمن أضحيات، 18 أضحية قدمت أو قدمها إخوة من هذا البلد حتى الآن، 18 أضحية ستذبح بإذن الله تعالى عن أسمائهم، وهي أضحية كاملة تامة بإذن الله تعالى. فهنيئاً لمن يتسابق في هذا اليوم في تقريب الأضحيات لله عز وجل حتى ينال الرضوان الأكبر، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. أيها الإخوة بادروا في هذا اليوم إلى التسامح إلى العفو، والله ما بتنقص ولا بتصغر ولا بتقل قيمتك، إنما ترتفع قيمتك عند الله ومقدارك عند الله. بادر أنت، وخيرهم الذي يبدأ إلى بالسلام إلى جارك إلى رحمك إلى كل الناس، وصافح وسلم واعفو، وهذا هو خلق المسلم. أيها الإخوة نحن في أيام العيد وبعده 3 أيام التشريق، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر، وأنت تشرب وتأكل لا تنسى الله ولا تنسى ذكر الله ولا شكر الله الذي أنعم عليك بهذه النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ثم نذكر أخيرا بالنظافة يا أخوان، نظافة المكان، نظافة الشارع في يوم العيد لتظهر أخلاقنا، والنظافة من أخلاق المسلم. لا يعقل أن تنساب الدماء والأوساخ في الشوارع، وهذا لا يليق. هناك حاويات لمخلفات الأضاحي موزعة حول محيط القرية، بإمكان الإخوة أن يتوجهوا ويلقوا مخلفات الأضاحي في أماكنها الخاصة، ويحافظ ونحافظ على نظافة بلدتنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الكريم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق والدين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل عيب سترا. عباد الله، هذا يوم العيد، هذا يوم التسامح، هذا يوم التزاور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا اليوم، علينا وعلى المسلمين عامة، بالخير واليمن والبركات والنصر بإذن الله تعالى. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الطاعات، والسلام عليكم ورحمة الله. قوموا قيام حتى نسلم ونصافح بعضنا البعض ونهنئ بعضنا البعض في تحية العيد.